بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معاكم أستاذ وليد المعداوي من جي اف اكس اكاديمي دوت نت، ونكمل الجزء الثاني من المحاضرة الأولى، وهي هتكون على السينما في ورشتنا، ورشة ريج وتحضير الشخصية للتحريك. إن شاء الله هنبدأ نشتغل بقى على برنامج السينما من دون أي مقدمات. هتفتح معايا برنامج السينما. أشرت في محاضرة الماكس إزاي تطلع الشخصية أو بي جي أو أو بي جي للسينما، لبرنامج السينما خاصة. يعني بكل سهولة هاجي من عند قائمة فايل واعمل اوبن، هو ده الاوبجي، ودايما بيطلع لك لما تيجي تعمل اكسبورت للاوبجي من اي برنامج خصوصا الماكس. هتبص تلاقي مكتبة الخامات معاه اللي هي ام ال او ام تي ال، الامتداد بتاعها ام تي ال. هاجي على الاوبجي نفسه واجي اقول له اوكي اوبن. اوكي، هيجي هنا يقول لك سكيل. سكيل الشخصيه بتاعتك لواحد واثنين وثلاثه مضاعفات، يعني ده هيضاعف لك الحجم بتاعها. انا هخليه بس سكيل اتنين واقول له اوكي. عمل لي اكسبورت بدون اي مشاكل. طيب دايما يتعود لما اجي يبقى اتعامل مع شخصيه زي كده لازم بروح عند كاركتر، القائمه بتاعت كاركتر، وبعد ما اختارها بالشكل ده واجي عند كوماند واقول ريسيت بي اس ار. ده اول حاجه تعملها. ليه؟ ده بيعمل لي كلين للمش بتاعي. ده اسمه مش، اللي هو الشخصيه، اي جسم كده بيسموه مش يعني في ال 3 دي. فده بيعمل لي كلين لاي ايدجز زياده، اي ايزوليتد فيرتكس زياده، الحاجات دي كلها بينظف لي المش بتاعي. طيب دي حاجه. الحاجه الثانيه باجي من بضغط عليها كده بالشكل ده، واجي من كاركتر واضغط هنا اللي هي كاركتر، بينزل لي سهم. السهم ده هو يعتبر البيز اللي بيقرا البايبل بتاع او السكيلتون اللي انا هبنيه او هيكل العظم اللي انا هبنيه داخل الشخصيه وربط بيه الشخصيه بعد كده. بعد ما نزل لي بحركه شويه كده بس، بسنتره في وسط الشخصيه. انا ملاحظ ان الشخصيه البيفوت بتاعتها بعيد عنها، انا عايزها في النص. بضغط على الشخصيه نفسها بقول مش اكسس سنتر، سنتر تو او سنتر اكسس تو، بيخليني البيفوت بتاعتي في نص الشخصيه بالظبط. طيب هاجي اختار تاني الكاركتر بتاعنا، الروت بتاعنا، واجي هتبص تلاقي هنا فتح لك روت وفتح لك شويه تمبلتس انت ممكن تعمل بيز عليها. هنا ادفانسد بايبد، في البايبد، في البيرد، الفيش، الانسكت اللي هي الحشرات، الموكب اللي هو موشن كابشر، الكواد اللي هو اي حاجه رجليها اربعه، والريبتايلز اللي هو كل انواع الزواحف، والوينجز اللي هي الاجنحه. يعني انت عشان تعمل اي نوع من الريجنج ممكن تعتمد على التمبلز دي، كل حسب اللي انت عايزه. هتلاقي هنا كومبوننت اتفتح لك لما بختار الشخصيه، ما بيظهرش لما بختار. طبعا احنا متعودين على اي برنامج 3 دي او السينما 4 دي، تختار اي حاجه يجيب لك كل حاجه عندها في الورك شوب. الحته دي تعتبر الورشه بتاعتنا. طبعا هنا المفروض ان انت بتسمي الشخصيه بتاعتك، ده اساسي. عايز اقول لك حاجه، اوعى ما تسميش الشخصيه بتاعتك، لازم تسميها. هسميها جي اف اكس اندرسكور مان. تمام، ليه بسميها؟ عشان لو كان عندي شخصيات كذا شخصيه ما ينفعش ابقى كلهم باي ديفولت اسم واحد وتاخده واحد اتنين تلاته، لا ما ينفعش الكلام ده. لازم تسمي شخصيه باسمها. طبعا انت لما تخش شويه في عالم الكرتون بيبقى كل شخصيه ليها اسم وليها موديل شيت وليها كل حاجه بتميزها عن الشخصيه التانيه، فلازم تسمي كل شخصيه باسم بتاعها. من هنا تخش على الكاركتر اللي احنا عملناه، هتلاقي فيه كومبوننت فتح لك. طيب انا عايز اشوف الاربع تبدل. الاربع تبدل هم اللي هيتحكموا لي بعد كده في اي حاجه انا هكريتها من هنا. هكالي روت، بيعمل لي الروت بالشكل ده. هتلاقي هنا انجيون او معين، وبعدين هنا السيركل بتاعتنا او الدايره، وبعدين بعد لما تضغط عليها هيظهر لك كومبوننت تاني. يعني انا لما بضغط على كل حاجه من دول يبدا يدخلي على كومبوننت تاني. لو انا ضغطت على الكاركتر، كنت على الكاركتر، قال لي الروت، جميل.
لما ضغطت على الروت قال لي الاس بي لاين اي كي واف كي بلند. طبعا ده كله هيجي وقته وهتشوفه هنعرف ده ازاي. جينا عند الكومبوننت، احنا دلوقتي مختارينه اللي هو الروت. بعد كده باجي على الاس بي لاين او السبلاين يعني زي ما بيقولوا كده، بضغط ضغطه بيعمل لي العمود الفقري. لو انت ملاحظ ده المفروض اللي هو العمود الفقري. طبعا الديفولت بتاع السينما بينزل الهيكل العظمي ده 6 فيت يعني 6 قدم، معرفش كام تبقى بالسنتيمتر. فطبعا هو مش مظبوط بالظبط، طبعا ده الفك المفروض يبقى فوق وده هيبقى المفروض نطلعه فوق شويه. هاجي عند الادجست او ادجستمنت، باجي امسك الدايره دي همسك الدايره دي بتاعه البلفس. طبعا لما كل دايره من دول بتروح عليها بيظهر لك اسمها، اوكي؟ يبقى هنا اس بلاين بلفس كنترولر روت ماستر كنترولر. انا مش عايز الروت ماستر، انا عايز الاف كي دي، او ممكن نختار دي ونطلع فوق بكله فوق كده. بحيث اني اظبط بقدر الامكان يعني العمود الفقري بتاعي او السبلاين بتاعي او السباين. باجي هنا شوف الروت نزل راح فين، الروت كده بعد خالص. هو الروت المفروض انه يبقى تحت، نيجي على ادجاست وننزل بتحت زي ما كان. انا بس بقول لك كده عشان تعرف الروت فين وكل دايره بيدل عليها ايه. يبقى هنا بالكومبوننت هتبص تلاقي هنا في الادجستمنت، هتلاقي هنا كل الكنترولز اللي قبل اللي ظهرت لك قبل كده هتلاقيها دواير ممكن تبدا تحرك فيها زي ما انت عايز. لو كنترول هتبدا ترجع لك تاني زي ما كانت بالظبط. تمام، انا عايز ارجع بقى خالص وحذر الكنترولز. نيجي على السباين، شوف خد بالك بقى، انا لما دخلت جوه على الادجستمنت ودخلت على الكنترول بدأ يحرك لي. في الاول ما كانش عايز يحرك، لكن لما دخلت يعني لو هنا لو من هنا مش هتحرك، لو لما بدخل هنا بيبدأ يتحول لك كل تحكم من دول دايرة وابدأ اعرف اتحركه زي ما انا عايز. طبعا المفروض ان دي اسمها بلفس، المثلث ده اسمه بلفس او منطقة الوسط يعني. هضغط F4 عشان اجيب من الفرونت فيو، وتقريبا تقريبا بخليها كده. F1 عشان اعمل البرسبكتيف ارجع تاني. لو جيت على F3 على السايد فيو هلاقي ايه واير فريم كده. لو انت عايز تظهر الشيدد بتاعه هتدوس ان هيظهر لك شويه اوامر، هتدوس بي بعدها على طول هيظهر لك الشكل ده. هضغط ان تاني واضغط اتش عشان ارجع تاني للواير فريم. هنيجي هنا بقى ونبدا نشوف هنعمل ايه مع السباين بتاعنا. احنا كنا على الكومبوننت ونيجي نطلع فوق بالسباين كله. هنيجي هنا كده ونوسطن الدوائر دي في نص في المنطقة دي بالظبط. بعد كده هبدأ اعمل ادجستمنت لمكان كل دايره من دول. هياخد حيز بتاع العمود الفقري عادي، تمام؟ هياخد نفس العمود الفقري. شايف هنا دايما الانسان البشري او اي انسان في الدنيا كلها لازم تكون عنده في منطقه الصدر من ورا ظهره عامل كده، ده طبيعه العمود الفقري، تمام؟ فلازم ارجع دي شويه بحيث انها تاخد شكل العمود الفقري.
بنزل دي تحت، روتيت، دي طبعا بتكون فوق الراس، ودي دي منطقة الفك. هنيجي هنا نقرب، دايما بتبقى عظام الفك في المنطقة دي كده، من غير روتيت همسك دي وانزلها شوية تحت، تكون بره بره على طول، ما بعدش قوي عن الجسم. نفس الحكاية فوق، ما بعدش قوي عن الجسم، في نص الرأس من فوق. يبقى احنا كده عملنا adjustment لمين؟ للعمود الفقري بتاعنا او السباين بتاعنا. هاجي F1 تاني واجي على build، اتأكد اوكي تمام. باجي هنا على الارم، الارم والليج، في كذا نمط للكرييشن بتاع الارم والليج. لو انا عايز اعمل ارم بكل بساطه، انا وانا مختار على السباين بتاعي بعمل بضغط ضغطه فبيظهر لي الارم بتاعي. على فكره انا عايز اقول لكم، انا اشتغلت على برامج كتير، يعني اشتغلت على برامج 3 دي كتير، فعلا اسرع برنامج، انا ما بتحيزش البرنامج، اسرع برنامج فعلا في كل حاجة هو السينما، بصرف النظر ان كان الماكس او المايا مديني امكانيات اقوى طبعا في الكاركتر، بس فعلا حاجة سريعة جدا السينما في كل حاجة، يعني ممكن اجربها فيه عليها اسرع شوية. بلاقي الايد نزلت بالشكل ده معايا، طبعا انت اول ما بتختار الايد بيظهر لك الهاند والسكابيولا. طيب انا مش عايز ده، انا عايز دلوقتي اعمل الاتنين ايدين مع بعض على طول، هل ممكن في طريقة؟ اه في طريقة. ارجع كنترول زد وانت على السباين وبضغط على الارم بس، وانا عامل هولد للشيفت، هولد اسف للكنترول، ضغطت كنترول وضغطت كده هيظهر لي الاتنين مع بعض. الموضوع فعلا سريع في السينما، جميل. طيب لو عملت نفس الحكايه رجعت تاني كده على السباين، خد بالك ان السباين ليه انا بضغط عليه، لان السباين هو اللي بيطلع منه كل ده، تمام. برجع تاني على الليج واعمل كنترول وضغطتين، بيظهر لي الليج بالشكل ده، جميل جدا. يبقى انا عندي الاثنين بالشكل ده. طب انا هضغط على F4 واجي على الادجستمنت واخد ليج واحدة فيهم مثلا. طبعا هتلاقي فيه هنا السيمتري، سيمتري تول متعلم عليها، دايما خليك معلم عليها عشان انا دي بيبقى سيمتري، يعني المماثل ليه، يعني لو ضغطت كده حركت كده هتلاقي الناحية التانية بتتحرك، تمام اهي بالشكل ده. ممكن اعمل اشتغل على ليج واحدة والتانية على طول تعمل ميرور اوتوماتيك على الناحية التانية، وده المطلوب. هنمسك الليج ونبدأ نعمل ادجستمنت او للبليز بتاعها. دي منطقة الركبة طبعا، اني ال ليج مش عارف بين قوسين ال اي كي ني، فهو دي هتبقى الركبة، هنزلها تحت. طبعا انا عايز اقول، انا لما باجي اشرح ادفانسد ريجنج الموضوع مش كده خالص، انا بشرح حاجة كده سريعة، يعني ان شاء الله المحاضرة دي يعتبر مقدمة للكورس اللي انا هعمله ان شاء الله على الريجنج للشخصيات وتحريك الشخصيات على السينما 4D، ودي المفاجأة تعتبر في العالم العربي، وان شاء الله يكون الاول من نوعه على المستوى المطلوب ويكون ادفانسد شوية ان شاء الله. هنا دي هتكون الانكل بتاعنا، هننزل تحت اشرت قبل كده ان المفروض لازم اكون انا ريجر، ابقى فاهم تشريح، لازم عشان انا ابقى ريجر اعمل ريجن كويس لازم ابقى فاهم تشريح، يعني فاهم الجسم الركبة فين،
ميكانيكية الجسم ماشية ازاي، التشريح بتاع الجسم، الكلام ده موجود بالكامل بتوضيح بليفل كامل عن التشريح وميكانيكية الجسم في الكورس اللي بحضره ان شاء الله. هنيجي هنا منطقة الأنكل، نقرب شوية. دي المفروض انها تنزل تحت كده شوية، دي مش هتبقى بعيد، دي هتبقى هنا. دي المنطقة اللي بيتني منها الرجل، دي المنطقة اللي بيتني منها الرجل. فالمفروض ان انا بتتحط في الجزء ده، لان ده او دي المنطقة دي هتعتبر المنطقة اللي بتتني، اللي بتتني الرجل. فانا لازم اكون عندي المفاصل عارفها كويس، على منطقة الصوابع دي. لما اجي بعمل ووك سايكل بعد كده بالشخصية، ابص لاقي المنطقة دي لازم تتني شوية عشان تدي افكت اللي انا دي رجل بني ادم عادية. يعني انا عايز ابص بصة على ال السباين بتاعنا، البلفز دي تبقى تحت كده شوية، ودي اوكي نطلع فوق. وانا جيت هنا اوكي، دي انا ماسك الرجل دي، البلفس بتاعي بقرب قوي، لازم تبقى فوق شوية كده، يعني خليها على الجسم بالظبط، كن بره كده على الجسم بالظبط. ودي المنطقة مفصل القدم من فوق، دي هتنزل تحت شوية. اوكي اف 3، نيجي على سايد فيو، هنراجع برضو، نبص بصة كده أخيرة. خليك دقيق شوية عشان كل ما عملت الريك كويس، كل ما الشخصية بعد كده ريحتك، ريحتك في التحديك وريحتك في كل حاجة. دي هنطلعها فوق شوية، ودي هنخليها، خليها فوق الراس شوية بمسافة بسيطة جدا. طبعا أي انا احنا قلنا عظمة الفك دايما بتبقى تحت الودن المفصل بتاعها، ودي هنخليها هنا كويس. بعد كده هتلاقي كنترولز نازلة على البوينتات اللي بره دي عشان تقدر تحرك الشخصية منها. اوكي تمام، هنأكد مع بعض على وضع الرجلين دايما. بص يعني في هنا انا عايز بس امسك الرجل، كده بالشكل ده، دايما الرجل خليها في النص بالظبط، في النص بالظبط، نص الرجل بالشكل ده. دايما 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 خلي شغلك من على السايد فيو وعلى الفرونت فيو وعلى البرسبكتيف، الاثنين التلاته دول دايما تظبط شغلك عليهم. هنخلي دي قدام شويه، خليها قدام شويه كده، لان دي الركبه اللي هتتني، فده هيبقى مفصل، النقطة دي هتبقى مفصل، وبعد كده تتني براحتها الجزء اللي تحت. هنخلي دي بعيد شوية عشان دي هتبقى الكنترول بتاع الرجل، سنة صغيرة كده. دي البلفس بتاعتنا، القدم
في حاجة هنا بقى، لازم القدم دي اللي انا ماسكها دي كلها كده، اعلى نقطة فيها دي تكون عند النقطة دي بتاعت البلفس، تكون عندها بالظبط. اوكي قرب شوية، كويس. هاجي هنا عند النقطة دي وهنزلها تحت، اوكي، هتبقى على الأرض كده بالشكل ده. طبعا النقطة دي هتبقى فوق. هاجي على الفرونت فيو F4، هتلاقي هنا شوية نقط هنعرف ازاي نعملها دلوقتي. أول حاجة النقطة اللي في النص دي لازم تبقى في النص بالظبط مع النقط، مع النقطة دي والنقطة دي اللي كده على بعض، لازم يكونوا كلهم على خط واحد. دي أول حاجة. الحاجة التانية دي هتبقى كده، شايف النقطة اللي في النص برضو هخليها النقطة اللي تبعهم، في تلات نقط هم بيتحركوا مع بعض، دول هخليهم، خلي في النص أنا عليا على اللي في النص هخليها في النص بالظبط. اوكي باجي ماشي خلاص بقى، خلي دي كويس كده، ودي هخليها شوية على الجنب، دي هخليها في النص زي ما كانت. بعمل سكرول، بيعمل لي زوم السكرول على طول. انا عناية دايما على السهم والخط، شايف ده يعتبر عصب، ده يعتبر عصب عندي في الجسم، فانا لازم اسنتر عليه بالظبط قدر المستطاع. هنا برضو على العصب بالظبط. كويس، كل حاجة في مكانها تمام. لو انا جيت بقى على F1 وبصيت على شكل الجسم بتاعي والبايبت بتاعي او الهيكل العظمي بتاعي، هبص الاقيه بالشكل ده. كويس، لو انا جيت عملت سويتش على كنترولز هتلاقي ده المنظر بتاع الكنترولز اللي بتتحكم في اجزاء البايبل بتاعي او اجزاء الجسم بتاعتي. برضو اتاكد كويس، لازم تتاكد كويس دايما من كل مرحلة انت بتوصل لها. يعني انت دلوقتي شغال على رجلين، لازم تبص عليها كويس مرة واثنين وثلاثة لحد ما يتأكد 100% انها كويس جدا، عشان بس لو عملت ريجنج وفي مشكلة مش هينفع، الريجنج هيبقى تعبان واي كلام وهتبدأ تعيد تاني. في النص دي هنخليها في الآخر كده. اهي غلطة، دي بتبقى فوق شوية، دي المكان اللي هيتني منه الرجل، المكان اللي هتتني منه الرجل هو ماشي او هي ماشية الشخصية. طب بالشكل ده يا طبق في الأخيرة في هناك. دي هتكون بون، دي هتكون F1. اشوف انا ماسك ايه بالظبط. لا دي طبعا احنا مالناش دعوة بيها خالص، دي السنتر بتاع الروت بتاعي. هتكون هنا
ودي ترجع في النص ودي اوكي خليها زي ما هي. اعتقد ان كده الرجل تمام. هنخش بقى على الدراع بتاعي. همسك الكتف، الكتف طبعا عظمة الكتف اللي هتتني هتبقى هنا بالشكل ده. هنضغط ان بي عشان يظهر لي الجسم بالشكل ده، عشان اشوف الكوع بتاعي، منطقة الكوع هتبقى هنا. طبعا انت ملاحظ ان انا دايما مراعي حتة الخط اللي في النص ده، خد بالك منه، انا بأكد عليه، ده العصب اللي بتمشي عليه، ده الجايد بتاعك، لازم يبقى في نص الدراع بالظبط. بصرف النظر ان انا عملته شوية قدام في الرجل هنا، لان دي حاجة تانية يعني. دي دايما الركبة بنطلعها قدام عشان ما بخليهاش في النص، نطلعها قدام شوية عشان بتبقى هتتني بعد كده، فدي هتبقى بالشكل ده. اوكي هنيجي هنا كده F4 فرونت، ونيجي هنا طبعا مكان تانية الايد برضو هتبقى بالشكل ده. ده من التوب، باجي بوسطا بالظبط في نص دراع، دي هرجعها ورا سنة كده، ودي هطلعها قدام. اعتقد ان ده هو الكتف انا ماسكه صح. طبعا المفروض انت دي بتعمل كده ليه بقى؟ طب كويس ان ده حصل، انا نسيت دايما دي اسمها الاب، دي اسمها الاب ودول الابناء. لما الشولدر عظم كتفك من فوق ده يعتبر اسمه اب، يعني بيتحكم في كل اللي حوالي، اللي كل اللي بعديه، ودول بالنسبة لدول اسمهم الشيلدرن. طيب لو انا مسكت ده هيبقى مين الاب ومين الشيلدرن؟ هتبقى هي الاب واللي تحتها الشيلدرن، يعني ممكن اروح جاي محرك كده هتحرك اللي بعدها، لكن ما تحركش اللي قبلها. نفس الحكاية لو في هاند بعدها اللي احنا هنعملها دلوقتي هيبدأ تعمل لي نفس الموضوع بالظبط. اوكي كده نيجي على السايد فيو، ونرجع في نص الجسم بالشكل ده F1. هنبدأ بقى نشوف من كل الاتجاهات، طبعا دي كبيرة راحت هناك، لا انا هخليها هنا. وممكن ساعات في المنطقة دي، منطقة ترقوة دي، هي دي المفروض انها عظمة ترقوة، ساعات بيعملوها تحت، ساعات بيعملوها كده، ما فيش مشكلة، حابب تعملها كده حابب تعملها كده مفيش مشكلة، بس انا عادة يعني انا عن نفسي بعملها جوه هنا كده. نتأكد برضو، نيجي عند التوب ونيجي نقرب ونشوفها في نص الدراع بالظبط ولا لا. تقريبا يعني هي في نص الدراع، بس عايزة شوية. دي برضو نتأكد من مكان ما هيتني الكوع بالظبط، هيكون هنا التانية مكان ما هيتني رزغ اليد، تكون هنا في النص بالظبط كده. اوكي هنيجي عند سويتش في الادجستمنت، سويتش الكنترولز عشان نشوف الكنترولز بتاعتنا منظرها عامل ازاي، ان كانت محتاجة تعديل هنعدلها.
دي كبيرة كبيرة شوية، هنصغرها. برضو نفس الكلام، دي كبيرة شوية هنصغرها. نفس الموضوع، هنقربها شوية كده. اوكي، نيجي عند دي برضو، هنصغر الكونتورز دي كلها شوية. كنترول اليد برضو هنصغره. مش قوي عشان تقدر تمسك بعد كده وتحرك منه، يعني ده كله أدوات إنك بتمسك منها اليد مثلا أو الوسط أو الرأس أو الكلام ده وبتحرك منه. فأنا مش عايز أصغر قوي، بس هتكون حاجة مناسبة يعني. طبعا ده سنتر الجرافتي بتاعت الجسم او التوازن، يكون كده. دي برضو البلفس بتاعنا يكبر عشان يبقى واضح واقدر امسكه بعد كده لو عايزه. وده الكنترولز، هنكبره شوية عشان اقدر اتحكم منه. برضو نفس الموضوع، نيجي هنا كده ونكبر شوية بحيث يبقى واضح. نيجي نخليه في النص. خد بالك يعني ده ما بيأثرش طالما انا ضغطت قبل كده على الكنترولز وظهرت لي دي، فاهم؟ ده مش البيفوت بتاع الشخصية او الحركة، لا ده هو بس البيفوت بتاع او نقطة التحكم بتاعت المكان ده او الاوبجكت ده اللي هو الدايرة يعني، مش اكتر يعني. اصغر شوية صغيرة. برضو نفس الموضوع، لو كبرنا شوية يظهر لي كده. اوكي، ده كل ده بقى انا خلاص خلصت تقريبا الرج، فقط اللي انا بحاول اظبط الكنترولز اللي انا همسكها بعد كده عشان اتحكم في الشخصية بتاعتي. اهي كده دي بتاعة الرسم من فوق، ممكن نصغرها كده شوية. كده تمام، اعتقد ان كده خلصنا كل الكنترولز اللي ممكن تتحكم بعد كده في الشخصية بتاعتي. هنيجي على السباين بتاعنا ونبدأ بقى نظبط سيستم التحريك اللي همشي بيه بعد كده مع الشخصية دي. هنيجي عند الانيميت، هتبص هتلاقي فيه شوية حاجات هنا
ظهرت لي. هتيجي عندها على الكنترولز هتبص تلاقي فيه هنا اي كي واف كي. الاف كي دون انا مش محتاجه في الشخصيه دي خالص، لان انا عايز نظام الاي كي. الاي كي اللي هو بيديني تحكم طبيعي كجسم بشري. يعني لما اجي امسك الكنترول دي مثلا واحرك كده، ابص الاقي الرجل اتنت معايا، ما اتنتش للعكس، هتتني في وضعها الطبيعي حسب ما انا حاطط العضل. فبكل بساطة هاجي من 100% هاجي انزله ل زيرو بالشكل ده. هتبص تلاقي هنا ظهر لك بقى كنترولز تانية بتاعت الاي كي، وده المطلوب في الشخصيات. حتى يعني لو انت ملاحظ معايا هتبص تلاقي فيه بدأ يعمل لي جوينتس، او يعني جوينتس جوه الجوينتس. يعني هنا اداني جوه العظمة الكبيرة كام عظمة، ادي 1 2 3 4، بحيث ان اعمل تويستنج زي ما انا عايز للعظم، واديني نعومة كبيرة جدا. هيديني نعومة كبيرة جدا بالاي كي اللي انا لسه عاملينه دلوقتي. طبعا هنبدأ هنظبط بس شوية من الكنترولز. طبعا الكنترولز احنا كنا عاملينها اختفت شوية، وبقى فيه كنترول زي المربعات كده، هنظبطها دلوقتي مع بعض. هنيجي هنختار الكاركتر فوق، ونيجي عند البيزك، نيجي عند الروت، كاركتر اوبجكت، هنيجي عند البيلد ادجستمنت. تمام. يبقى هنا وصلنا للكنترولز. باجي عند الكنترولز وابدا اظبط بقى الكنترولز بتاعتي اللي انا كنت عاملها. اتاكد تاني من الانيميت، طيب خلاص اوكي. كاركتر اوبجكت، هاجي على الادجستمنت واجي على الكنترول بالشكل ده. هبص هلاقي هنا الكنترول بتاعتنا اتقلبت شوية المستطيل، هكبره شوية عشان ابدأ امسكها بعد كده. نفس الموضوع هنا، شايف هتلاقي هنا في مستطيل، هنكبره شوية بالشكل ده اهو. وده طبعا السنتر بتاعنا. اوكي تمام، يبقى انا كده خلصت الجسم. وبعد كده هبدأ اعمل الهاند، وهبدأ اعمل بقى الحاجات التانية دي. هنخليها بس بعيد شوية، لان دي اللي هتحكم لي في الهاند كلها بعد كده. خليها هنا. هنيجي نشوف برضو الارم كنترول. نخليها هنا بالشكل ده. انا كده ظبطت كل الكنترولز اللي هتحكم بيها في الجسم. بعد كده وان شاء الله المحاضرة الجاية نكمل باقي الريجنج، ونشوف هنعمل ايه بعد كده. السلام عليكم.